وأوضح الرئيس السيسي أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة على رأسها تغير المناخ. وفي هذا الإطار أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تهدف إلى أن تسهم نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ إلى وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض. أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة وناشئة إضافة إلى التحديات التقليدية وعلى رأسها مسألة تغير المناخ، وبما يمثل تهديداً حقيقياً يواجه المجتمع الدولي ويتطلب تعاون جميع الدول لمراعاة شواغل بعضها البعض. وعلينا جميعاً أن ندرك أن تغير المناخ والزيادة السكانية العالمية تسرع من وتيرة الأزمة التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم. ومن منطلق حرص مصر على حشد الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، ستستضيف مصر القمة العالمية للمناخ COP27 والمقرر عقدها في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتهدف مصر لأن تساهم نتائج القمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات التي لا زالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة ما يتعلق بمراجعة وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، أو فيما يتعلق بجهود دعم الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ، أو اتصالا بحجم تمويل المناخ المتاح.